أستطيع أن أمسك بكوب نسكافيه دون أن أحرك يدي. أنا قبل ارتدائي لبدلة أرجوك كانت منطقة الأرداف وصلت لكعب قدمي، ولكن بعد أن ارتديتها كل شيء عاد إلى وضعه الصحيح وأنا الآن أبدو طبيعية. والأمر المذهل أنني أصبحت مشهورة بين الشباب باسم فتاة الشباب المدللة، كما وضعت الشهر السابق على قائمة أكثر 10 فتيات مطلوبة للزواج. كما أنه بفضل بدلة أرجوك استطعت أن أتعرض لأكثر من 5 محاولات فاشلة للاختصاب. والمفاجأة الكبرى، أنا مرشحة لبطولة فيلم منحرفة على الطريق الدائري. ارتدي البدلة في الحال واستعدي لهجوم الرجال. ارتدي بدلة أرجوك ستجعل من زوجك مكوك. أرجوك يا عزيزتي سميرة لا تنسي أن تعطيني رقم نسمة. أخبرني يا عزيزي لماذا لا أعلم لا. ولماذا كل ما عدنا من الفاصل نضحك؟ يبدو أن الفاصل كان مضحكا كثيرا جدا. هذا حقيقي، هذا شيء مضحك. نعم نعم، ولكنني لا أستطيع أن أتوقف عن الضحك يا سميرة. عزيزي أخبرك شيئا. ماذا ماذا؟ لا تتوقف عن الضحك. لا. كلما رأيتك أضحك. يبدو أننا احتسينا شيئا مضحكا. نعم نعم، أنا شربت سكر بني.